فالعادة أن الأرض تأكل فتصبح مهلة. قال إنما الثوب الجديد للمهلة، والمهلة هي ما يخرج من البدن من صديد. أما المهلة فهي الزيت المغلى، وقال بعضهم إنها عكر الزيت، الزيت الملوث الذي يتعكر يسمى مهلة. وفي القرآن الكريم بماء كالمهل يشوي الوجوه، بيس الشراب وساءت مرتفقة. فالماء الذي كالمهل أي كالزيت العكر، وإذا كان الزيت عكراً فإنه لا يذاق، وخاصة إذا كان مغلى، إذا كان محمى. والمهلة بالفتحة هي التمهل والتريث وعدم التسرع، فيقال فلان جاء على مهل. والتمهل دائما جميل في الأمور إلا في بعض الاستثناءات الفقهية التي ذكرها العلماء. وهناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. كيف يسلب سلبا سريعا؟ قالوا إنه يتلاشى ويفنى، يفنى وتأتي عليه حوادث القبر والزمان فلا يبقى. قال: ما يلبث إلا قليلا حتى يبلى ويضيع ويفنى. فلذلك كره أن يكون هناك، بل إن هناك نهي عن المغالاة في الأكفان، كالنهي عن المغالاة في القبور، البناء على القبور والرخام الذي يوضع على القبور. الفقهاء نهوا عن ذلك، قالوا: ما فائدة ذلك؟ ما فائدة التباهي بالقبور التي تبنى وترصص ويوضع عليها الرخام؟ قالوا: أرى أهل المقابر إذ أميتوا بنوا على المقابر بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. فقالوا بأنه يكره أن يكون هناك مغالاة في الكفن ومغالاة في القبر ونوعه. كلما كان بسيطا كان قرابا إلى واقع الحياة الدنيا التي لا بقاء فيها ولا شيء فيها يدوم. ومالك رضي الله تعالى عنه استحب أن يعمم الميت، وهو مألوف عمل أهل المدينة، هذا الذي ذكرناه أنه توضع عليه العمامة ويوضع طرفها على وجهه. قال: هذا عمل وجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان به العمل، والإمام مالك يستحبه. غير أن جمهور الفقهاء على أن الكفن يؤخذ من مال الميت، وقالوا بأنه يؤخذ من رأس ماله قبل توزيع التركة. الكفن يؤخذ كما هو حال الغسل والتكفين والقبر إذا كان في بلد يباع فيه القبر. هناك بعض البلاد فيها القبر يباع ويشترى، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يؤخذ للميت من ماله، من تركته، قبل أن تقسم مع الورثة. ولهذا يقولون في الغازهم، يقولون: تدوم هذه يلغزون بها على ما يكون عليه حال مال الميت.